احنا فخورين في الأردن بالإنجاز اللي قدمه في الميدالية التاريخية، حتى لو كانت ميدالية فضية فهي ميدالية تاريخية لنا للأردن، وإحنا فخورين بهذا الإشي. فضلك لمنتخبنا، وإحنا تمنينا نجيب الأول، بس هذا إنجاز كثير لمنتخبنا الأول مرة. هاي فاينل وجيم قوية، وبرضو إنجاز إنه جابوا فضية على كل آسيا، يعني تاني آسيا هو إنجاز ممتاز. وأنت بتعرف كل جيم قيمتها، ما كانت ماشي مع الشباب، حاولوا يعملوا كل عليهم، وإن شاء الله البطولات الجاية الذهب يكون من ناصبي الأردن. ما قدروا إنه آخر مباراة يفوزوا على الفلبين، قدر الله شاء ما فعل، الحمد لله. بس برفعوا الراس، لازم الكل يدعمهم، لازم الكل يمشي وراسه مرفوع، كل الأردن لازم تكون فخورة بهذا المنتخب، منشان فعلا كانوا بالأولمبيات الأسيوية كان محور حديث الكل، قديش الشباب صقور الأردن رفعوا رأي. قدر الله ما شاء فعل، اليوم شبابنا والصقور قدموا مباراة تليق بسمعة الكرة الأردنية، يعني هذا نعتبره إحنا إنجاز يعني لكرة السلة، إنه إحنا كنا في كأس العالم واليوم موجودين في الصين وجبنا المركز الثاني.